هي منا نزرعها نعليها بقلوب الناس ننميها بها نسمو وبها نرقى ونفاخر في الدنيا فيها بالأخلاق تحلت نورا وبها رسمت أحلى صورة وكذلك فواز فينا كالبدر أضاء لنا نورا تعرفين يا أمي، أنا أحب هذا الفستان جداً. إنه الفستان الذي اشتريته العيد الماضي، أليس كذلك؟ أجل، إنه جميل بالفعل يا ابنتي. غداً لدي حفلة للإنشاد في المدرسة، وعندي فكرة عظيمة. أخبريني بفكرتك هذه بعد أن أرى من الطارق. عندما أرتدي هذا الفستان سأكون أكثر الفتيات أناقة في الحفل. مرحبا يا أم حنان، ومرحبا بصغيرتي الحلوة. أهلا بك جارتي مريم. كنت أشتري بعض الملابس لحنان، فطلبت مني أن أحضرها لنورة. أستأذنك بقاءها لبعض الوقت، أما أنا فسوف أذهب لموعد الطبيب وأعود بعد قليل. على الرحب والسعة. ما رأيك في هذا الفستان؟ سأحضر به حفلة الغد. أتعلمين؟ أنا أيضاً اشتريت هذا الفستان الآن، وأفكر في أن أرتديه غداً في حفل الإنشاد. ما رأيك؟ إنه جميل فعلاً، أجمل من فستاني. كنت أريد أن أكون أكثر فتاة مميزة، ولكن يبدو أن حنان ستكون أجمل مني. كيف سأتصرف الآن؟ نورا، انتبهي لأخيك حتى أحضر لكم بعض العصير. فرصتي في التميز تضيع وتزيد مسؤولياتي في نفس الوقت، ولكن لا أعتقد أنه فستان يليق بهذه الحفلة. تستطيعين ارتداء فستان آخر. ولكنني أراه مناسباً. كما تريدين، إنه رأيي فقط. أنا عصير. ياسر، أتريد بعض العصير؟ تفضل. يا إلهي، كيف تعطين الكوب لأخيك؟ كان سيسكب العصير على فستان حنان. إنه الفستان الذي سأحضر به الحفلة. الحمد لله أن الفستان الذي كنت تنوين الحضور به يا نورة ليس هنا، وإلا كانت الكارثة ستصبح كارثتين. كم أنت طيبة يا حنان. ولكن ألا تعلمان أن الفساتين ممنوعة في حفل الغد؟ ستحضرون جميعا بالزي المدرسي. ماذا؟ نعم، تلك هي الأنظمة. أعتقد أنك تعرفين خطأك. آسفة يا أمي، ولكنه خطأ صغير. ليس من الأخلاق أن تشعري بالضجر وتنوين إيذاء صديقتك فقط لأن لديها فستان أجمل من فستانك. وأخيراً، لم تقومي بمسؤوليتك تجاه أخيك الصغير. إذا لم نمتنع عن خطأ واحد يا صغيرتي، فسنقع بعد ذلك في أخطاء عديدة، وهذا ليس من حسن الأخلاق أبداً. وأنا أريد لابنتي أن تكون حسنة الأخلاق كما عودتيني دائماً يا صغيرتي الحلوة. أعتذر يا أمي. عصير عصير عصير. وأنت يا ياسر، سأحضر لك بعض العصير، ولكن في كوبك الخاص هذه المرة. Oh,